راديو نيل. زي ما قلت لحضرتك كده انه المنطق بيخلينا نقول انه لازم يبقى في ارضيه واحده احنا واقفين عليها، وده طول وقت عادتنا في كلمه واحده. فمن الاخر قبل ما تقعد بس انت تعمل محكمه دلوقتي على السوشيال ميديا، لازم تبقى عارف كويس جدا انه وقوع الحوادث او الكوارث لا يعني ابدا فشل حكومه. الحوادث زي ما قلت لحضرتك كده هتقع وهتفضل تقع سواء هنا في مصر او في اي دوله في العالم. امتى بقى نقول انه الحكومه فشلت؟ امتى نقول الموضوع فشلت؟ من طريقه تقييمنا او من تقييمنا او من نتائج التقييم للطريقه اللي الحكومه ادارت بيها الازمه، ثم من الطريقه اللي الحكومه هتعالج بيها المشكلات بحيث ما نشوفش حادثه بالشكل ده تاني، مش بنفس الشكل بس، لا بنفس السبب. يعني هتقولي مش هنشوف حوادث قدرات تاني، لا ما شوفش حادثه بنفس السبب. يعني لو السبب اشاره ما فتحتش يبقى لازم كل الاشارات بعد كده يتم تظبيطها، فبالتالي الحكومه تقول لك انا ظبطتها. لو حصلت حادثه تاني عن طريق نفس الاشارات يبقى هنا فين ده الفشل. يعني دايما بعد اي حادثه لازم نسال سؤالين. السؤال الاول، هل ادارت الحكومه الازمه بشكل محترف وسريع؟ السؤال الثاني، هل الدوله ده بعد شويه، هل الدولة أو الحكومة عالجت المشاكل اللي سببت هذا الحادث؟ يعني لن يتكرر نتيجة لنفس السبب؟ ده السؤال التاني. لما تيجي تطبق ده على حادثة قناة السويس، من اللحظة الأولى هتلاقي إن كان في تحرك داخل هيئة قناة السويس عشان حل الأزمة. من اللحظة الأولى العالم كله كان بيقول المشكلة مش عند مصر، واللحظة التانية كانت فيها الشركة الأم صاحبة السفينة بتعتذر عن اللي حصل. لما طلع السيد رئيس هيئة قناة السويس اتكلم فيه المؤتمر على ضرورة انتظار التحقيقات، وده اللي احنا بنتكلم فيه. اي شيء علشان تتكلم عن عقوبة، عن تتكلم عن سبب، تتكلم عن تتابع، تتكلم عن تأثير، لازم تبقى عارف كويس جدا ان في تحقيق نتيجته هتكون ايه. وعلى فكرة مفيش تحقيق وتحري بيخلص في يوم وليله، ده هناك انت وصاحبك او انت وصاحبتك وانت بتدوروا على خطيبك عامل فول الموين تخلصيه في يوم وليله. لكن في الحوادث وفي المؤسسات مفيش الكلام ده بيخلص في يوم وليله. لما تيجي تطبق بقى الكلام ده على حادثه سوهاج هتلاقي انه من اول حادثه الصعبه والمؤلمه والموجعه واللي تقهر، من اول لحظه كل الوزارات المعنيه اتحركت على هناك. من اول لحظه النائب العام كان موجود ويفتح تحقيق شامل وبيناشد كل البشر اللي في الدنيا بما فيهم اي مصلحه حكوميه في الدوله، محدش يطلع بيان عن الحادثه دي من غير بيانات النيابه العامه، لان احنا جاي التحقيق الوحيده فمش عاوزين لخبطه. هتلاقي الاهالي الحقيقه اهالي سوهاج ادوا مثل في الرجوله والجدعنه من اول لحظه. هتلاقي الرئيس مطلع بيان حاسم، هتلاقي وزير النقل والمسؤولين بيعتذروا وهم الآن قيد محاسبة برلمانية وحكومية. والأهم إنه لا رئيس الوزراء ولا وزير النقل ولا أي حد تنصل وقال لك ده ملناش دعوة ده بتحصل، لا بالعكس كان في اعتذار واضح وفي تحمل مسؤولية فيما يخص التحقيقات اللي هتحصل وعقاب المقصرين. وبرضو أفكرك مفيش تحقيق وتحريات في حوادث وأزمات بيطلع في يوم وليلة، ده برضو هناك عندك انت وصاحبك او انت وصاحبتك او انت وصاحبتك وانت بتدوري على مين عمل فولو لخطيبك على انستجرام، ده جيبيه في يوم وليلة. لكن في الحوادث في المؤسسات لا، ليه اصول، ليه منهج، مش مجرد بوست على فيسبوك. كلمة واحدة مع محمد دسوقي رشدي من الحد للخميس من 4 ل 6 على نغم اف ام. كلمة واحدة.